الأخوة المشاهدين، هكذا المسيرة تسير، هكذا الأشواط تسير، هكذا الحضور لا زال مستمرا بالخير وبالعطاء. الناموس، الناموس لكل الفائزين، والناموس أيضا لما تبقى من أشواط هذا المساء وأشواط هذه الفترة المسائية في هذا المهرجان الكبير، مهرجان قصر الحصن في عام الثالث على التوالي. الله 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 الله، سيارة سيارة رصدت، سيارة ثمينة رصدت للفائز بالمركز الأول. وأحلى 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 التحدي هنالك مع انتباه والتوقيت، وأفضل توقيت يأتينا به المخرج. عليكم تتابعون التفاصيل عبر الشاشة، وأنا أتحول إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى القوة. هنالك التحدي مع الشامي عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي على المركز الأول، والمركز الثاني راهي سالم بن سعيد بن راشد المهيري على المركز الثاني، والدور دور المركز الثالث بعد ما اخذت بن عمان الى مهلي عايض بن صالح بن حنظل الفهيدة احد ضيوفنا الكرام. انتقل الى الاسم القادم بكل قوة، هنالك الطاغي راشد بن مطر بن مبارك المنصوري، ووصول ايضا من قبل مبعد سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري، والوصول ايضا والتدخل من قبل رعد حسين بن سهيل بن راضي المحرمي على المركز الثامن. والمركز التاسع وصل، وصل شاهين محمد بن عمر بن بخيت المنصوري، وتاسع الاسماء، تاسع الاسماء يا راعم صيحة ريسنج الخزع بن محمد بن قرين العامري. وعلى المركز العاشر تدخل هنالك ايضا من قبل الطاير محمد بن سعيد بن محمد بن سالم النعيمي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، يا من تتابعون ياس، يا من تتابعون دبي ريسنج، يا من تتابعون كل القنوات الناقلة لهذا الحدث ولهذا المهرجان الكبير. انتقل مباشرة واعود الى مجريات واحداث المسيرة الاولى ومقدمة هذا الشوط. مهلي مهلي يا سلام، وبن مهلي ما يولي. الله 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 على هذه القوة. هنالك مهلي عايض بن صالح بن حمد الله الفهيدة المري مع المركز الأول، بينما بدوري أخذ المركز الثاني. المركز الثاني بن عمان، يا سلام على هذه القوة وعلى هذا الضغوطات الواضحة، والوصول من المركز الثالث شاهين محمد بن عمر مخيت المنصوري. وفي المركز الرابع هنالك الطاغي راشد بن مطر بن مبارك المنصوري، وعلى المركز الخامس يا سلام هذا هو الوصول ايضا من الطاير محمد بن سعيد بن محمد بن سالم النعيمي، ويتدخل مشعار بن عقيل المري. هنالك من بدا ينضم الى المراكز المتقدمه. هكذا المركز القادم، المركز القادم القدوم من شاهين مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، بينما التدخل، بينما التدخل من الجهه الاخرى والقاصي، القاصي ايضا يا مرحبا بهذا الشعار سعود بن علي مبارك بن سالم بن فراج، وصل بن فراج، بينما تدخل قوي ايضا من ضمن الاسماء على المركز التاسع. هنالك الاسد راشد بن حمد بن متعب بن منخس المري، ضيف عزيز من دولة قطر، اهلا وسهلا بهذه الفرحة الحارمة. الحقيقة يسعدنا هذا التجمع الخليجي في دار آل نهيان الكرام، دار الكرم والجود والسخاء والخير. اعود الى المركز الاول، الى هذا الصاروخ الذي انطلق الى مقدمة الشوط. السيارة 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 يا اخواني يا مشاركين، وناموسكم بحضور ابو حمدان، والله شرف الحقيقة يشرفنا نحن كمعلقين. الله 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 الله، المركز الاول والصدارة والقوة. يا سلام يا الطاير طار النعيمي، والطاير الطاير الطاير، سلام سلام يا الطاير سلام. هذا هو الطاير محمد بن سعيد بن محمد بن سالم النعيمي مع الناموس، الطاير مع الذهب، الطاير مع السيارة، الطاير مع التهاني. المركز الثاني الطاغي راشد بن مطر بن مبارك المنصوري. وفي المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الاعزاء نهاب علي بن احمد بن حمود الظاهري. وفي المركز الرابع رعد حسين بن سهيل بن راضي المحرمي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء راشد بن حمد بن متعب بن منخس المري مع الاسد في المركز الخامس. التوقيت الزمني مع الطاير
ست دقائق وثانية وثلاثة أجزاء من الثواني، وهذا هو مع خط نهاية يهدينا موسى لكل مشجعي اسم الطائر مع النعيمي. بينما المركز الثاني اللي قدم عروض رائعة فكانت أيضا توقيته الرائعة ست دقائق وثلاث ثواني بدون أجزاء. تهانينا والناموس على هذا الفوز مع المركز الثاني. الطاغي راشد بن مطر بن مبارك المنصوري. وفي المركز الثالث أيها الأخوة الكرام ست دقائق ثلاث ثواني سبعة أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس أيضا لنهاب، والتهنئة لعلي بن أحمد بن حمودة الظهري. تهانينا والناموس.